بس لازم يكون معانا اتصال مهم. ما ينفعش نتكلم عن الفولي بول والنشاط الرياضي في النادي الاهلي وما يكونش معانا كابتن رؤوف عبد الهادي. اهلا بيك يا كابتن رؤوف. سامعني يا كابتن رؤوف؟ الف مليون مبروك يا كابتن طبعا، والفرحه فرحتين طبعا، اكيد حضرتك فرحان بالفريق وبالانجاز الكبير، وحضرتك واحد من اسره الفولي بول يا كابتن. ربنا يخليك، ببارك لحضرتك والمجموعه الجميله اللي موجوده عند حضرتك بقياده الكابتن بدو ابو زينه وكابتن تايجر وكابتن جمعه، كل الناس والدكتور سامح ظلام، يعني مجموعه متهنيه لهم الف مبروك. طب كابتن قول لي، بعد ماتش طلائع الجيش كان عندك شك كده، انت حضرتك مسؤول في نادي اهلي، سيبك بقى من حضرتك كنت يعني مدرب اسطوري وفي في الكره الطائره بالاخص في السيدات، ولكن حسيت لحظه بقلق بعد ماتش طلائع الجيش؟ يعني اقول لحضرتك احنا بتملي جوه النادي الاهلي التجارب. الو كابتن رؤوف، حضرتك سامعني؟ معلش انا مش سامع حضرتك كويس، لو ينفع حضرتك بس يعني تغير مكانك، لان انا حضرتك سامعني بس انا مش سامعك. خليك ثانيه واحده. اتفضل يا كابتن. طبعا دي لحظات التتويج. كده سامع حضرتك يا كابتن رؤوف، اتفضل. طب اقول لحضرتك، تملي يعني الواحد بيختار اي معلومه او اي تصرف من السواد. السواد لو بصينا في فريق كرة اليد بعد خسارته المباراة النهائية بفارق هدف عن نادي الزمالك، صحيح كابتن محمود الخطيب كان موجود في المباراة وجمع الفريق وقال لهم دي مباراة انتهت، عندكم مباراة كأس مصر موجودة ولازم خلاص صفحة يقفلها، ولازم يروح النادي الأهلي ترجع في أسرع وقت ونلم الفرقة على طول. والفرقه بتاعت الجيش بعد ما انتهت المباراه صالح عند الجيش 3-2، تخيلت انا نفس الموقف. طبعا انا عديت عليه كمدرب اكثر من مره، وكل الجهاز اللي قدام حضرتك عدوا على الموقف ده اكثر من مره. فالسهل جدا انك انت فرقه وهي كسبانه انك انت تستمر فيها، لكن الصعوبه كل الصعوبه ازاي في حاله اي خساره او اي اخفاق انك انت في اسرع وقت توقف الفرقه على رجليها، وخاصه ان انا بقول من هنا هذه المباراه خارجه عن اراده اللاعبين والجهاز الفني، لان زي ما شرح حضرتك توقفات غير عاديه. طوال شهر رمضان نادي الزمالك راح يلعب في تونس، رجع فده مؤجلاته حوالي 6 مباريات، احنا قاعدين ما فيش اي مباريات بالنسبه لنا، بعد حوالي 3 اسابيع تلعب مباراه وبعد كده يجيلك ظروف لا يعلمها الا الله. امر طبيعي بعد هذه التوقفات ومفيش مباريات ولا اي حاجه، ولكن من هنا يعني يعني انت عايز ساحر ما انتش عايز مدرب، صحيح، عشان تتعامل مع الظروف الغير عاديه اللي موجود بيها. وضيف بقى حضرتك على كده المستجدات، صحيح احنا النادي الاهلي متملي طماعين ولا يرضينا الا المركز الاول ولا يرضينا الا الفوز، ولكن برضه مش معقول ان خساره مباراه في وسط الدوري تبص تلاقي حجم من الهجوم على السوشيال ميديا. وده كابتن محمد مصيرحي يا جماعه اللي قاعد قدامكم، ده كابتن محمد مصيرحي اللي محقق كل الانجازات في خلال ال4 5 سنين اللي فاتت، ما خسرش ولا بطوله ولا اي حاجه. هل خساره مباراه تبص يعني الجو بقى صعب جدا جدا جدا. بقول لجماهير النادي الاهلي والناس اللي على السوشيال ميديا، حبوا النادي الاهلي، كل واحد بقى يحبه بالطريقه اللي هو عايزها، ولكن لازم لو انت بتحب ناديك لازم، احنا عندنا بنقول لا حساب الا في اخر الموسم، مفيش حساب بالقطعه، وده سر نجاح النادي الاهلي يا جماعه. يعني الصبر على اي خساره ولا اي حاجه، لان الفريق اللي قدام حضرتك ده الفني والاداري والطبي بيقوم يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني عادي، يعني لو حبيت تاخد نموذج لاي فرقه رياضيه اتفرج في الانتظام والدخول اللعيب الساعه كام، مين ما يقدرش يتاخر، الفرقه كلها لابسه ازاي في التدريب زي بعض، الجهاز الفني الطبي واخد ازاي اللعيبه المصابه بيتعالجوا في نفس الوقت،
بالتكليفات من الكابتن محمد مصطفى المساعدين بتوعه، اذا كان في اي ملاحظات لبعض اللعيبه، الراجل اللي ماسك سكاوتنج شغال، تلاقي خليه نحل حتى احمد رشاد المسؤول عن الغرفه، خليه نحل كامله متكامله. يعني النتيجه كده علشان الرياضه تستمر بهذه صحيح. الطريقه، والنتيجه اللي حضرتك شفتها ما بتجيش من فراغ. صحيح يا كابتن، صحيح. فمن هنا انا يعني من كل قلبي بحيي فريق الكره الطايره. احنا اتكلمنا كتير قوي ونسينا الرجاله نفسهم، اللعيبه. اللعيبه دول من اعظم اللعيبه موجوده اللي جت في تاريخ مصر. انا عشرت الفولي بول زي ما حضرتك قلت يعني حوالي 50 سنه داخل الملاعب المصريه. الجيل يا جماعه الحالي ده جيل من ذهب، جيل من ذهب يعني. وعايز اقول هناك ثلاث اجيال في هذا الفريق، في جيل الخبره وجيل الوسط وجيل الناشئين. واي فريق في الدنيا ما يعملش المزج ما بين الثلاث عناصر دي مش ممكن يقف على رجله. لو هي كلها من قطاع الناشئين مش هتقف على رجليها، لو هي كلها من اولد مش في موازنات في كل حاجه. وغير كده بطمن جماهير النادي الاهلي وليس سرا ان احنا بنخلص هذا الموسم، لكن علينا على الموسم الجاي واللي بعده، وكل الاستعدادات والاماكن محددينها مع الكابتن محمد صلحي، وايه اللي بيحصل بالنسبه للسنه الجايه واللي بعديها. فانا بطمن جماهير النادي الاهلي وبقول لهم الف مبروك. وقبل كده يعني اهم حاجه فعلا بقول مجلس اداره النادي الاهلي شكرا على دعمه لجميع الفرق الرياضيه. يعني متجلى هذا كابتن محمود الخطيب كان بيتابع المباراه من دبي، وبعد ما انتهت بثانيه واحده كان في تواصل معايا ووصل التهنئه بتاعته للكابتن محمد مصطفى والكابتن فريق عبد الله عبد السلام. وايضا كل مجلس اداره النادي كان حريص، يعني اكثر من نصه كان موجود بيحضر المباراه. من هنا يعني مش الحاجه العاديه دي، لازم اقول شكرا لمجلس الاداره وشكرا للكابتن الخطيب. لا فعلا يعني زي ما بنقول يعني مفيش اي طلب في الجهاز الفني بيطلبه الا لما بنلبيه في اسرع وقت، يبقى هم يستاهلوا كل حاجه. وبقول لهم الف مبروك، وانا اسف باين عليا طولت عليك يا كابتن. لا بالعكس يا كابتن رؤوف، انا بشكرك شكرا جزيلا، وحضرتك وضحت لنا نقط كتيره، واحنا بنسعداء ان حضرتك تخش معانا كقيمه كبيره في اداره النشاط الرياضي، وخير من مثل النادي الاهلي في هذا المكان. فعلا ده حقيقه يا كابتن رؤوف، حضرتك من انجح الشخصيات واللي تولد هذا المنصب، ويعني كفايه ان حضرتك يعني مضيت على ايدك يا كابتن رؤوف، يعني كلنا ايوه كابتن هيثم. طبعا يا كابتن رؤوف فاكر طبعا يا كابتن، انا كنت جاي مستوي يا كابتن. ربنا يكرمك يا كابتن رؤوف وبشكرك طبعا. كابتن هيثم الحقيقه يعني اقول لك على المستوى حتى الاعلامي، انت طبعا ما فيش حد يقدر ينكر دورك الفني كلاعب منتخب مصر ومن نجوم مصر في كره السله، لكن بسم الله ما شاء الله عليك اعلاميا، كل التوفيق ليك يا كابتن هيثم. ربنا يخليك يا كابتن رؤوف، وبشكرك على مداخلتك الجميله، واتمنى لحضرتك كل التوفيق يا كابتن رؤوف. كابتن رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على مداخله حضرتك الجميله، وان حضرتك كنت معانا على شاشه قناه النادي.